السلام عليكم. حينما سئل جعفر بن أبي طالب من قبل النجاشي عن رسول الله لم يقل بعث الله فينا رجلا يصلي ويصوم، لأن الناس لا ينتفعون بشيء من صلاتك وصيامك، إنما قال جعفر: كنا قوما أهل جاهلية نأكل الميت ونعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدينار. أقول هذا هو الدين، هذا تعريف جامع مانع للدين. الدين يا أخوان استقامي، الدين أماني، الدين صدق، عفي، رحمي، عدل، إنصاف. هذا اللي بيرفع الإنسان، هذا اللي بيجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا.